كان كاملين. المغربية الألعاب والرياضة كتعتني به كل نهار. تمتعوا كيف بغيتوا. MDGS معا بروح رياضية. في 10 سنين وهي كتعبر عدم الرضا على نتائج المنتخب الوطني المغربي. ما عمرها عبرت على المستوى. عبرت على النتائج. أول مرة كتعبر على المستوى وهذا شرف لي أنا. هذه واحد شرف بالنسبة لي أنا. أنا 10 سنين وناس كتعبر على الاستفتاح بنتائج. ما وصلوش. أما الآن فاش كيفهم ناشين بالنتائج وما هما عايزهمش المستوى. فهذا شرف لي أنا. أنا ما عندي حتى أمر سيء. أنا كنخدم البلاد كنخدم الوطن وكان عندي ذاك الشيء اللي كيملي عليا ضميري. وفينا من ناحية الاختصاص تاعي ومن ناحية الأهداف اللي مسطر. وكذلك أي مباراة كنتعامل معها على حسب الإكراهات أو الإيادات. لكن الإكراهات رغم الإكراهات يحسن حق النتائج هي مهمة. شوف تي في بوين. لكن الامتيازات يمكن نحقق الهدف المسطر ومعها الفرجة والحصة. الشيء الاخر ما عندي ما ندير به.